السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بجاية وبالضبط في منطقة خراطة لنقف على إشغال نتاع التوسعة نتاع الطريق اللي يربط مدينة بجاية بمدينة سطيف على مستوى منطقة خراطة. إذن هذا الطريق القديم يعني اللي يعود إلى العهد الاستعماري، لكن تم بموجب مشروع مع شركة تركية شركة أوزغون للتوسعة نتاع الطريق هذا اللي كان ضيق جدا وكان يسمى طريق الموت بسبب ضيق نتاع الأنفاق، زوج فيه زوج أنفاق ضيقة جدا، وكانت منطقة نتاع أنبوتياج مونستر بالنسبة للحركة تاع المرور. إذا تم انطلاق مشروع لتوسعة هذا الطريق واللي يعود يعني المشروع إلى 2014، يعني الآن عندنا 8 سنوات من بداية الأشغال بهذا المشروع، لكن إلى يومنا هذا ما زالت لم تنتهي الأشغال، فيه بعض الصعوبات يعني التضاريس، ويعني والطريق هذا ندار فوق الديبورتيك بورتافو في الجبل يعني بدون أعمدة، طريق بدون أعمدة. هذه عندي مدة 3 سنوات درت فيديو عليه سميتها طريق بدون أعمدة، لأن يعني ستشاهدون في الفيديو هذا يعني التقنية لأول مرة نشاهدها في العالم بإنشاء طريق لاصق في الجبل بدون ما ندير أعمدة وبدون ما نحفر في الجبل، يعني نخلق الطريق هذه فوق بين في الفراغ يعني لاصقة أون بورتافو. المهم بدون ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا الحالة تاع الأشغال يعني في الأسبوع هذا، والسلام عليكم. Les sections seront terminées. Et alors, comme Monsieur le Voilier, il a exigé de terminer ça dans 4 mois, et ce projet, jusqu'à le mois d'estival. Nous sommes, nous pouvons travailler jour et nuit pour réussir, parce que nous allons terminer, Inch'Allah, le projet parallèlement avec des autres sociétés qui travaillent sur ce tracé.